السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها للحديث عن واقع الصحافه اليمنيه في ضوء تقرير نقابه الصحفيين للنصف الاول من العام الجاري، وايضا تقارير الجهات الدوليه عن الانتهاكات الصحافيه في اليمن. كشف تقرير حديث لنقابة الصحفيين اليمنيين عن وقوع مئات حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية في النصف الأول من العام الجاري. ووثقت النقابة خمس حالات قتل استهدفت خمسة صحفيين ومصورين وعاملين في وسائل الإعلام، متهمة ميليشيا الحوثي بارتكاب ثلاث حالات قتل، فيما ارتكب التحالف العربي حالتي قتل بغارة جوية. وأشار التقرير إلى أن 13 صحفيا مختطفون لدى ميليشيا الحوثي منذ العام 2015 ويعيشون ظروف اختطاف قاسية ولا إنسانية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أين يمضي واقع الحريات الصحفية في ظل الانتهاكات المستمرة؟ وإلى متى يظل الصحفيون اليمنيون بين الاختطاف والتعذيب والهروب من الموت؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود. مرحلة هي الأشد تعقيدا يعيشها الصحفيون، حريات إعلامية منعدمة ومعلومات يصعب الوصول إليها، ووضع صحفي لا تتوقف المنظمات الحقوقية عن وصفه بالخطير. تحت مظلة ثقافة القمع والاستهداف يقبع من أرادوا نقل الأحداث، اعتقالات شبه يومية يتعرض لها صحفيون، واستهداف مباشر لتحركاتهم وعدم التمييز بينهم وبين المحاربين. فمنهم من يقضي ضحية عمله المهني، ومنهم من تمكن من الهروب خارج البلاد، ومنهم من يعيش باقي أيامه في المعتقلات. في ظل أوضاع الحرب المتقلبة وصعوبة الوصول إلى أقرب مسافة من الحقيقة، كثرت المصادر المتحيزة، وغدا الجمهور تائها في نفق مليء بالمعلومات المزيفة. فيما ظلت الصحافة الموضوعية قابعة في السجون دون تهم، وهناك العديد من الصحفيين المختطفين في اليمن لا يعلم أحد عن مصيرهم شيئاً، إما لدى ميليشيا الحوثي أو في سجون مناطق الجنوب المحررة، ومنهم في قبضة تنظيمات إرهابية. نقابة الصحفيين اليمنيين خلال النصف الأول من العام الجاري رصدت 100 حالة انتهاك طالت الحرية الصحفية والإعلامية، توزعت بين استهداف صحفيين من قتل واعتقال وتعذيب وتهديد ومصادرة ممتلكات ومحاكمة صحفيين وترويعهم واستهداف مؤسسات إعلامية. الإحصائية أظهرت استمرار الحرب الممنهجة على وسائل الإعلام وحرية الصحافة من قبل كافة الأطراف التي تعتمد الزج بالصحافة والصحفيين في الصراعات ومساعي تغييب الحقيقة. بين حين وآخر ينظم ناشطون وصحفيون وقفات احتجاجية وتظاهرات إلكترونية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين، غير أن ذلك لا يغير من الواقع شيئاً. يظل الصحفيون في السجون وتظل المطالبات مستمرة، ويظل وضع الصحافة من سيء إلى أسوأ. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من جنيف نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين. سيد نبيل مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد نبيل. تقرير جديد لنقابة الصحفيين عن واقع الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين والإعلاميين، ما هو جديد هذا التقرير هذه المرة؟ طبعا تقرير نقابة الصحفيين للنصف الأول من العام 2018 لم يأتي بجديد سوى المزيد من الانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين. أعطت انطباعا واضحا للوضع الخطير والمعقد الذي تشهده الحريات الإعلامية في اليمن. الإحصائيات التي أطلقتها نقابة الصحفيين عبرت عن استمرار للحرب الممنهجة على وسائل الإعلام وحرية الرأي وعلى الصحافة والصحفيين بشكل عدائي وعنيف من قبل كافة الأطراف التي تخوض الصراع الحالي، والتي تتعمد يعني بشكل واضح الزج بالصحافة والصحفيين في الصراعات ومساعيها المختلفة، وهدفها الرئيسي هي تغييب الحقيقة. طبعا الرقم يعني 100 حالة انتهاك طالت الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن خلال نصف عام، وهذا الرقم رغم مرور ثلاث أعوام
من استمرار آلة القمع الممنهجة على الصحافة والصحفيين هو رقم مخيف. يعني 3 سنوات وأكثر من الحرب كان الصحفيين والإعلاميين هم الهدف الأول والأساسي في الحرب المدمرة الحالية لكل الجماعات التي شاركت في الحرب، وبالذات ميليشيات الحوثي التي توحشت ضد الصحافة والصحفيين في مراحلها الأولى، ولا تزال حتى الآن تقوم بعملية ممنهجة لتكتيم الأصوات وقمع الحريات الصحفية. لكن الملاحظ في هذا التقرير الأخير الخاص بنقابة الصحفيين هو ارتفاع نسبة الانتهاكات من قبل الجماعات والتشكيلات المسلحة التي تتبع الحكومة الشرعية. وصلت هذه الحالات إلى 47 حالة من الحالات التي يعني ارتكبت خلال النصف العام، بينما جماعة الحوثي ويعني ارتكبت بقرابة يعني 36 حالة انتهاك، 36% من الحالات، وهي تراجع صحيح للانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحوثي. لكن أحب أن أشير أن يعني كانت في سنتها في العام الأول من الحرب أكثر من 80 حالة انتهاك، أو أكثر من 80% من الحالات الانتهاك ارتكبتها في آنذاك ميليشيات الحوثي وصالح حينها. التراجع لهذا لا يعني تحسن وضع الحريات الصحفية في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، ولكن بسبب الانتهاكات المكررة والممنهجة ضد الصحافة والصحفيين، تم تشريد الصحفيين، تم إغلاق وسائل الإعلام كافة، تم إغلاق المواقع الإلكترونية، قمع الحريات أو ما تبقى من صورة الحريات الصحفية في اليمن. إذا نحن نتحدث عن حريات حقيقية وحريات صحافة، فأنا أقول أن الحريات منذ انطلاق الحرب انتهت، والصحافة في اليمن انتهت منذ اندلاع الحرب. ما يوجد الآن هو أشبه بالإعلام الحربي، بالأقلام التي تحولت إلى بنادق، والكلمات التي تحولت إلى رصاص. نسبة التحريض الممنهج ضد كل طرف آخر أو كل يعني انتهاء الإعلام المستقل والإعلام الحزبي، لا يوجد الآن أي صحيفة حزبية قادرة حتى الآن. في الوقت في 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 المقابل هناك فشل ذريع للحكومة الشرعية في إعادة الحياة للحريات الصحفية، بل أنها يعني من خلال تشكيلاتها التي للأسف يعني غير مسيطر عليها، مثل الحزام الأمني في عدن والنقبة الحضرمية والشبوانية وبعض تشكيلات المقاومة في تعز. سيد نبيل، سأعود لنتطرق إلى جميع هذه النقاط ويعني سنتحدث في تفاصيل هذا الموضوع، لكن دعنا أشرك معنا في الحديث سينضم إلينا من صنعاء الأستاذ عبد الباري طاهر، نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق. سيد عبد الباري، مساء الخير. يا مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بك سيد عبد الباري. يعني اليوم بات الصحفيين هدف سهل في الصراع السياسي والعسكري، باعتقادك الى متى سيظل الصحفيون بدون حمايه ومن يتحمل نتيجه كل هذا؟ طبعا سيظل الصحفيين ضحايا العنف والارهاب والمصادره واغلاق القنوات والصحف باستمرار الحرب. الحرب هي الكارثة وأم الكوارث كلها، هذه أم الجرائم الكبيرة. الحرب هي التي تندم أنها كل المعاشي، بما في ذلك معاشي الصحفيين. الصحفيين شهود الحق والحقيقة، ولذلك الصحفيين يدفعون الثمن، لأنهم يعني يدينون الحرب وجرائم الحرب، ويدعون إلى الحريات العامة والديمقراطية وضد الفساد. فلذلك الصحفيين دائما هم أول الضحايا، فهم يدافعون ليس عن حرياتهم فقط، وإنما أيضا عن حريات المجتمع، حريات شعبهم. وهم أيضا يتمسكون بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويطرحون أيضا ما يترتب على هذه الحرب من الانتهاك يعني لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وللإعلان العالمي. يعني لذلك الصحفيين دائما هم طليعة يعني من يتعرضون للقمع في مجتمعات الحروب، لأن الحروب طبعا هي تخرج الألسن وتريد القضاء على كل شهود الحق والحقيقة.
نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الباري. أذهب بسؤال لعضو مجلس نقابة الصحفيين السيد نبيل الأسيدي. سيد نبيل، إذا ما تحدثنا عموما يعني عن الانتهاكات والقيود العديدة المفروضة على حرية الصحافة، إلى أين تمضي أو يمضي واقع الصحافة اليوم في اليمن؟ يعني مستقبل أو واقع الصحافة لا يبشر بخير بالنسبة للصحافة والصحفيين. الواضح أن يعني الصحفيين سيظلون عرضة لكافة الانتهاكات ما دامت الحرب مستمرة، وما دامت هناك يعني تشكيلات خارج إطار الدولة وخارج أيضا إطار القانون المحلي والقانون الدولي الملزم لكافة الأطراف بحماية الصحفيين. كل القوانين الإنسانية تقول أن الصحفيين هم مدنيين، وبالتالي استهدافهم هي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ما دامت الحرب مستمرة وما دامت هناك أطراف متصارعة تريد إسكات أو إرسال رسالة واحدة للمتلقي، سيكون هناك هجمة متواصلة ضد الصحافة والصحفيين. لابد أن يكون هناك استراتيجية شاملة للدولة وهي أو المتمثلة بالحكومة الشرعية على الأقل الحد من تلك الانتهاكات، وأيضا مواجهة الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات، بالإضافة إلى معاقبة ومحاسبة وتنفيذ القوانين الصادرة يعني القوانين في حق كل من ينتهك الحريات الصحفية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. لكن هناك هواء لدى الحكومة الشرعية في حمايتها للحريات الصحفية، وهناك رخاوة في هذا الإطار، يعني رغم أن الحكومة هي مسؤولية مباشرة لأنها وقعت على الكثير من الاتفاقيات الخاصة بحرية الرأي والتعبير. للأسف الشديد هناك كارثة تحل بالصحفيين، كارثة متواصلة، إما من ناحية إلى الآن أكثر من 150 موقعا إخباريا يعني محجوبا من قبل الميليشيات الحوثية بحكم أنها تسيطر على وزارة الاتصالات في العاصمة صنعاء والإنترنت. الحكومة في المقابل لم تبذل أي جهد من أجل يعني حماية الحرية الصحفية من ناحية، وأيضا إعادة الحياة للمؤسسات الإعلامية. مؤسسة الجمهورية ما زالت متوقفة حتى الآن، صحيفة 14 أكتوبر والإذاعات المختلفة كلها يعني ما زالت متوقفة، إضافة إلى حالة التشرد للصحفيين في الداخل أيضا وفي الخارج. لا يوجد هناك يعني خطة يعني حقيقية من أجل إعادة الحياة أو إعادة جزء من الحرية الصحفية للوضع الصحفي برمته في اليمن. نعم، لكن سيد نبيل يعني هذا بالنسبة لموقفكم كنقابة يعني فهمناه، لكن نتحدث عن الجهات الدولية التي تتغنى كثيرا بمسألة الحرية، حرية الصحافة وحرية الفكر، يعني ما تشهده اليمن لم تشهده بلدان أخرى من انتهاكات كبيرة في حق الصحافة وفي حق حرية الفكر. يعني ما هو تحرك أو كيف تقيمون تحرك المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بهذا الجانب، خصوصا بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب والانتهاكات في اليمن؟ بالطبع يعني إذا قارنا التحركات الدولية أو الضغط الدولي، إما كان عبر منظمات دولية أو عبر حكومات يعني تقدم نفسها بأنها حامي للحريات الصحفية في العالم، فلا شك أن هناك خذلان للصحافة والصحفيين في اليمن من هذه التحركات أو الضغوطات الدولية إذا هذا الملف. ربما يكون هناك التشابك بالقضية اليمنية يعني الكثير من الضحايا المدنيين، أيضا التدخلات السياسية والإقليمية والمصالح يعني أثرت بشكل كبير على الملف اليمني والملف الإنساني والحقوقي بشكل عام. أضف إلى ذلك إلى أن هناك تدمير لمؤسسات أو منظمات المجتمع المدني في الداخل، لا يوجد آليات للرصد والتوثيق. نحن سنعرف حجم الكارثة حينما تنتهي الحرب، حينما يكون هناك وضع صحي أو يعني لرصد الانتهاكات والحديث مع الضحايا. الكثير من الضحايا لا يستطيعون الحديث لأنهم أيضا يكونون في مناطق صراعية. هناك أيضا نزوح من مناطق يعني للصحافة
يعني هناك نزوح متبادل وإن كان بنسب مختلفة، يعني هناك صحفيين معارضين للحكومة وتم نزوحهم إلى صنعاء أو المناطق التي سيطر عليها الحوثيين، لكن النسبة الأكبر كانت نزوح الصحفيين من العاصمة صنعاء، وأيضا القهر الذي يعيشه الزملاء الصحفيين في العاملين إما خوفا على أرزاقهم وإما خوفا على حياتهم وعلى حياة أسرهم. نعم، إذن سأعود إليك سيد نبيل، دعني أذهب للنقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق السيد عبد الباري طاهر. سيد عبد الباري، برأيك لماذا لا تمارس المنظمات الصحفية الدولية المختصة بالحريات ضغطا حقيقيا تجاه الانتهاكات الكبيرة الذي أو التي شهدتها اليمن خلال 3 سنوات وأكثر من الحرب؟ يعني الشيء المحزن أن الحرب اليمنية تكاد حرب منسية، والعالم مهموم بقضايا خارج اليمن، مهتم بقضايا في سوريا، في كوريا، في إيران. اليمن ليست محل ذلك الاهتمام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والأساس أن للأسف الشديد مؤسسات المجتمع المدني، الأحزاب، نقابات الرأي، المحامين، يعني للأسف هذه المؤسسات اليمنية الداخلية التي يتعلق بها النشاط الذي ممكن يوصل هذا النشاط إلى المجتمع الدولي هو الآخر ضعيف وغائب وبالتأكيد مقموع يعني ومصادر ويعني مقهور. ولذلك الصوت الداخلي يعني هو لازم يهتم الناس بأن يكون هناك صوت داخلي قوي وأن ينشط الجميع سواء في الداخل أو في الخارج للدعوة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة نزيهة ومحايدة تحقق في كل جرائم الحرب، كل جرائم الحرب بما في ذلك جرائم الصحفيين. جرائم الصحفيين ليست معزولة أما يحصل للأدباء، للمحامين، للناشطين، للأحزاب السياسية، لكل الحياة المدنية في البلاد. فلكي يكون بالفعل هناك تعاطف دولي لابد أن نخلق هذه القوة والإرادة الداخلية في المجتمع اليمني وأن يرتفع هذا الصوت إلى المستوى الإقليمي، إلى المستوى الدولي بدون السعي إلى تشكيل لجنة دولية نزيهة تحقق جرائم الحرب وبدون رفع الصوت في الداخل وتحدي القمع، لأن هذه القوى الحرب أسقطت يعني ألغت الحياة السياسية وجرفت الحياة المدنية وألغت الرواتب وصدرت كل شيء وعملت على إشاعة القمع والإرهاب وترويع الناس ككل. فهذا يتضمن لابد أن يسعى الناس في يعني في الصحفيين والأدباء والكتاب والمعانين نقابات الرأي كل من يهمهم أيضا الحرية يعني قضية الديمقراطية والحرية العامة والديمقراطية أن يشكلوا قوة ضغط في اليمن شمالا وجنوبا شرقا وغربا ترفع هذا الصوت. وبكل التأكيد المجتمع الدولي يعني عندما يجد يعني قوة داخلية قوية وضاغطة تتصدى وتتحدى القمع والإرهاب سيجد أيضا تعاطف، لكن غياب هذا الصوت في الداخل هو مصدر الضعف والخلل. وأيضا إخواننا في الخارج الموجودين يعني الاهتمام لابد أن يكون الاهتمام الكبير بهذه المسألة، مشاهدة الناس في الداخل، تقوية الإرادة المقاومة الداخلية لرفض الإرهاب والعنف وقمع الحريات، وأيضا النشاط بشكل قوي جدا لتشكيل هذه اللجنة التي تتعلق بالقضية التي أشار إليها الزميل نبيل، قضية صحيحة ولكن نعم. يعني لا يمكن الناس يكونوا أحرص على قضيتك من نفسك، يعني لكي يكون العالم مهتم بقضايا اليمنيين لابد أن يهتموا اليمنيين بقضاياهم وأن يكونوا حريصين على طرحات كل المستويات في المجتمع العربي والدولي. نعم، لكن سيد عبد الباري يعني البعض أيضا يطرح أن ربما بعض المؤسسات الصحفية أو الصحفيين بشكل عام يعني يتحملون جزء من المسؤولية كون يعني كما ذكر ضيفنا نبيل أسيدي أنه أصبح هناك ما يسمى بالإعلام الحربي، وبالتالي أصبحت بعض المؤسسات أو بعض الصحفيين مصنفين إما محسوبين على طرف أو طرف، وبهذا يظلوا يعني حلقة في النصف، ويعني أطراف الصراع يكونوا يعني كلا الطرفين الصحفيين في الوسط عرضة للانتهاكات. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ الحرب يا أخي هي توزع الناس، الحرب بالفعل تخلق لغتها وتخلق اقتصادها وتخلق جرائمها.
الحرب يعني بالفعل هي يعني الكارثة الكبيرة التي حولت اليمن الآن إلى أسوأ كارثة على وجه الأرض. والصحفيين في نهاية المطاف بشر وموزعين على الاتجاهات وعلى الأطراف المختلفة، لكن الشيء الطيب أن هناك نقابة صحفيين لا تزال تصدر يعني سنويا بتقارير عن الانتهاكات ولا تزال ترصد هذه الانتهاكات. هذا الرصد لا يتعلق بالصحفيين فقط، يتعلق بهيئات، بأحزاب مدنية، بمحامين، بالأدباء والكتاب، بناشطين سياسيين حقوقيين. هؤلاء جميعا يتحملون مسؤولية هذا النشاط برصد كل هذه الجرائم، والمطالبة بأن يكون هناك موقف متضامن في الاتحاد العالمي للصحفيين، في النقابات الصحفية الدولية، في العفو الدولية، وفي حقوق الإنسان، ويكون هذا النشاط بالفعل متضافر مع قوة موجودة وناشطة في الخارج ليكون له نتيجة ومردود على الحياة في اليمن ككل. نعم، إذن أشكرك جزيلا الأستاذ عبد الباري طاهر، نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق، كنت معنا من صنعاء. أرحب بضيفنا من مأرب سيف الحاضري، رئيس تحرير مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام. سيد سيف، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد سيف. يعني باعتبار مؤسستكم واحدة من المؤسسات التي طالتها الانتهاكات، أعطنا ملخصا عما جرى. عموما أنا استمعت لكلام الأستاذ عبد الباري طاهر، هو اختصاصي صليبي في مسألة ضعف الأداء المحلي الداخلي والتضامن مع بعضنا البعض. مسألة ما حصل لمؤسسة الشموع هو تحصيل أنا أعتبره بأنه عندما تمادت الجهات وتمارس أبشع الجرائم في مسألة مطالبة الأخوة الزملاء والعائلين من الزملاء في أي مهارات في اليمن، عندما وجدوا أنه لا رقيب لا ملحات لا يوجد تضامن تستطيع أن تدخل أي جد تفاعل في مستوى الجرائم التي تتجه في حق الصحافه اليمنيه بالنسبه للمنظمات الدوليه وخاصه المعنيه بدعم الصحفيين والصحفيين وبهدوءهم بشكل عام. اما ما حصل لمؤسسه الشموع فلم يعد خافي على احد. نعم. ما حصل لها سواء كان في صنعاء طيب سيد سيف، هناك مشكلة في سماعك بشكل جيد، سيتم عودة الاتصال بك مرة أخرى. سنذهب لضيفنا الآخر سيد نبيل الأسيدي. سيد نبيل، يعني هل هناك بعض المآخذ يعني منكم كنقابة الصحفيين على يعني على الصحفيين بحد ذاتهم وبعض المؤسسات فيما يتعلق، أنت كما ذكرت أن هناك بات ما يسمى إعلام حربي من الطرفين، وبالتالي يصبح الصحفيين عرضة لأي اعتداءات أيضا من كلا الطرفين؟ يعني هناك يعني بعض الأمور التي استخدمها هو الانجرار إلى لغة الحرب بشكل يعني الصارخ، وتقديم لغة الكراهية واللغة الحربية في بعضها في هذا السياق، ولكن هذه هي ليست لغة الصحافة الحقيقية وليست رسالة الصحافة الإنسانية. نحن نعرف أن الكثير من المؤسسات أو ربما أغلب المؤسسات العاملة إما في العاصمة صنعاء أو في بعض المحافظات هي تسير في سياق أو في إطار الحرب الدائرة ومفاهيمها وأيضا لغة الحرب الحاصلة. كثير من الصحفيين، وأنا أحيي الصحفيين الذين ظلوا قابضين على مسألة حرية رأيهم وأيضا عدم الخوض والانجرار وراء هذه الأصوات التي تدعو إلى الحرب وتدعو إلى الانتقام ولغة الكراهية والمناطقية وغيرها والطائفية. لكن هناك إشارة معينة لابد من ذكرها، هناك رفض للمؤسسات الإعلامية بالدخلاء على المهنة، والشخصيات يعني ليست في الوسط الإعلامي ولكن قادمات من الأطر الحربية أو من الأطر الحزبية والتي انعكست على أداء رسالة الإعلام. نحن نعرف أن
الآلاف من الصحفيين والعاملين في الوسائل الإعلامية يعني من مختلف يعني في وكالة سبأ يعني وفي مؤسسة الثورة وصحيفة 26 سبتمبر وغيرها من الوسائل يعني هم الآن من موظفي الدولة في الإذاعة والتلفزيون هم الآن إما في منازلهم تجنبا لهذه اللغة وأيضا لابد أن نطلب العذر للكثير من الزملاء الذين يقبضون على الجمر من أجل لقمة يعني العيش لأطفالهم وأيضا لحالة الرعب التي يعني تعملها الميليشيات أو جميع الأطراف إذا ما طرحوا رأيا مخالفا. قبل يومين تم اعتقال أو اختطاف الزميل عبد السلام الدعيس الصحفي في وكالة سبأ وهو الذي ترك العمل الصحفي منذ يعني انتهاء حكومة الوفاق وظل في منزله ولكن ذلك لم يشفع له من الاختطاف لا زال الآن مصيره مجهولا أسرته لا تعرف عنه شيء بل يعني ونحن نخشى على حياته. هناك أيضا الزميل وحيد الصوفي الذي المختطف والنخب قسرا لدى ميليشيات الحوثي منذ أكثر من 3 سنوات ونصف ولا أحد يعرف مصيره إضافة إلى الزميل محمد المقري المختطف لدى تنظيم القاعدة أكثر أيضا من 13 صحفيا منذ أكثر من 3 سنوات مختطفين لدى الميليشيات الحوثي ويعانون من الكثير من الأمراض ويتعرضون للتعذيب والكثير من الانتهاكات أسرهم تمنع من زيارتهم الكثير من الانتهاكات المؤلمة في الوسط الصحفي تنعكس بدورها على الإطلالة العامة للوضع الصحفي بالضبط. وعلى الصحفيين في صنعاء ليس كل من بقي في صنعاء هو صحفي مع الحوثيين وليس كل من بقي في المناطق المحررة هو مع الحكومة هناك وضع مختل للوضع الصحفي وللحرية الصحفية لا يجوز الحديث عن حرية صحفية حقيقية أو عن استقلالية معينة للعمل الصحفي في ظل الحرب. وضحت الصورة. أشكرك جزيلا سيد نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين كنت معنا من جنيف. شكرا جزيلا لك. أذهب إلى ضيفي الآخر سيد سيف الحضري رئيس تحرير مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام عاد إلينا مجددا. سيد سيف فيما يتعلق في المؤسسة التابعة لكم يعني ما هي الإجراءات التي اتخذت حتى الآن؟ سيد سيف هل تسمعني؟ نعم إذن يبدو فقدنا الاتصال بسيد سيف الحاضري وبالتالي انتهى وقت الحلقة. أشكر ضيوفي كان معنا سيد نبيل الأسيدي من جنيف عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين والشكر أيضا للأستاذ عبد الباري طاهر كان معنا من صنعاء نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق وبالختام تقبلوا تحياتي وأشكر أيضا رئيس تحرير صحيفة أو مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام كان معنا من مأرب الأستاذ سيف الحاضري وبالأخير تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل محمد عبد المغني وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى نلتقي في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله وحفظه.